في هذا الفيديو مشاهد غريبة وعجيبة تتجاوز الخيال لكائن بحري يعيش في الأعماق متخفيا في الجحور وبين الصخور. لقد حير هذا الكائن العلماء الذين ضربوا الأخماس في الأسداس من فرط حيرة، وبرغم حجمه المتواضع إلا أنه يستطيع قتل ضحية أكبر منه بكثير في بضع ثوان، وذلك عن طريق آلة صعق كهربي موجودة في داخله يستعملها متى شاء. سبحان الله. ومن خلال هذه الآلة المدهشة يستطيع أن يطلق حتى 600 فولت في لحظة، وهذه الطاقة الكهربية كفيلة بهلاك الأسماك التي تجرؤ على الاقتراب منه، بل وحتى قتل حيوان ثدي كبير. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. يقولون عنه ثعبان السمك الكهربي كون جسمه على شكل ثعبان البحر، ولكن هو سمكة سكين وينتمي إلى فصيلة أسماك السكاكين وليس إلى فصيلة الثعابين، فهو أكثر ارتباطا بأسماك الشبوط وسمك السلور. وبرغم أنه نوع من الأسماك إلا أنه لا يمتلك زعانف زيلية أو ظهرية أو حوضية، وتتميز أذنه الداخلية بارتباطها بالمثانة الهوائية، وذلك عن طريق عظام صغيرة، مما يجعل حاسة السمع لديه قوية بكثير. وبرغم أنه يعيش في الأعماق المائية والقيعان الموحلة إلا أنه يحتاج إلى الطفو على السطح كل 10 دقائق تقريبا لتنفس الهواء وأخذ قسط من الأكسجين. وليس من لون واحد له، حيث تتراوح ألوانه بين الأسود والرمادي والأرجواني والأزرق وحتى الأبيض، والجلد مصفر في منطقة البطنية الأمامية. ويتميز الجلد بأنه سميك، وذلك لوقايته من الصعقات الكهربية، كما أنه معزول وليس به قشور، فقد يؤذي نفسه بالتيارات الكهربائية إذا كان جلده مجروحا. ويمكن لهذا الشبح الكهربي أن يعيش ما بين 15 إلى 20 سنة، وطوله قد يصل إلى 2.5 متر بوزن 20 كيلوغرام، وسرعته القصوى في الماء تصل إلى 5 ميل في الساعة، وعادة يكون الذكور أصغر حجما من الإناث. ويتميز هذا الكائن البحري العجيب والغريب الشبحي بأن لديه 3 أعضاء كهربية تحتوي على خلايا فولتية تتألف من 6000 خلية تخزن الطاقة الكهربائية لحين الوقت المناسب لاستعمالها، فعندما يستشعر باقتراب فريسة أو وجود تهديد من قبل حيوان مفترس فإن هذه الخلايا تولد تيارا كهربائيا قويا. وتتمثل هذه الأعضاء الكهربائية 3 في العضو الرئيس الذي يقع على الجانب الظهري، والعضو الأوسط الموجود في الجانب البطني المقابل لموقع العضو الرئيسي، والعضو الخلفي الموجود في الربع الخلفي وينتهي عند الذيل. ويتم شحن الخلايا السطحية في هذه الأعضاء بشحنة سالبة، بينما الخلايا الداخلية العميقة فهي تحتوي على تركيز عال من آيونات البوتاسيوم ذات الشحنة الموجبة،
التي تحدث الصدمة لدى الضحية، وذلك عن طريق ناقل عصبي يدعى استيلكولين. وتتميز الخلايا الفولتية بأنها مكدسة بجانب بعضها البعض، فإذا وصل أمر الصدمة لخلية ينشأ سلسلة من التيارات عبر الخلايا الأخرى، وتضاعف قوة المجال الكهربي من القدرة على الالتفاف حول الفريسة إذا كانت كبيرة أو مراوغة. جدير بالإشارة أن الموطن الأصلي لهذا الصاعق الكهربي الحي، إذا جاز لنا هذا التعبير، هو أمريكا الجنوبية، وبخاصة قرب مصبات نهر الأمازون وحوض نهر غوينا ونهر أورينوكو. ويتغذى بشكل أساسي على الأسماك والطيور والثدييات الصغيرة، وقد يتناول بعض أنواع الفاكهة التي يجدها متساقطة من الأشجار، وتلك المتدلية من أغصان الأشجار الممتدة بجوار مصبات الأنهار. وهو عادة يلتهم فريسته عن طريق فتح فمه الكبير وشفط الفريسة بأكملها، ومن ثم إرسالها إلى المعدة بشكل مباشر. ومن غرائب وفرائض سلوكياته قدرته العجيبة على إصدار إشارات مشفرة من عضو داخل جسمه للتواصل مع أفراد جنسه، كما تساعد هذه الإشارات على جذب الشريك وكذلك للعثور على الفريسة، وأيضا للدفاع عن النفس وتحديد موقع الأجسام الغريبة، كما يستخدمها للتوجيه، خاصة أن بصره ضعيف، وهذا هو السر وراء نشاطه في الليل وكفاءته بالحركة في المناطق الموحلة والمظلمة. وهو كائن مسالم عادة، ولكنه يصبح عدوانيا عند افتراس طعامه وعند الدفاع عن نفسه، وفي هذه الحالة يصبح من أقوى الكائنات البحرية المفترسة. أعزائي، نسعد بكم ونتمنى لكم كل السعادة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق أسفل الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء.